خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وصول عدد حضور الفعاليات العامة والخاصة 120 مليون زائر. المستشار في تغريدته قال إن هذا الإنجاز يأتي بدعم من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان القائد الملهم وعراب الرؤية المباركة. ولفت المستشار إلى أن عدد الزوار هذا من يناير 2019 إلى اليوم، أي مع فترة كورونا الصعبة.